ومن القاهرة ينضم إلينا مراسل المملكة عبد الباسط الهادي. أهلا بك عبد الباسط، وبداية ما هي أبرز الفعاليات التي يتضمنها أسبوع القاهرة الرابع للمياه؟ محمد، بالفعل انطلق اليوم أسبوع المياه، يعني وزراء المياه وأيضا مسؤولين عن وعلماء وخبراء في مجال المياه. هذا المؤتمر هو الرابع على التوالي الذي تستضيفه مصر وتنظمه، مشاركة أردنية متميزة هنا. الفعاليات هي نقاشات حول السبل الكفيلة بتفادي عملية شح المياه وايضا الهدر الموجود في عمليات في المياه الموجوده على سطح الكوكب. الامر الاخر هو مواجهه التحديات المستقبليه، خاصه اننا من المفترض الان عدد سكان الارض يزيد على 7 مليارات نسمه، من المفترض ان يصل الى 8 مليارات خلال اعوام قليله. هذا يمثل حاله كبيره من عمليه الفقد وشح المياه. حينما تحدث بعض الخبراء هنا قالوا إن منطقتنا العربية تعاني من المناطق التي الأشد فقرا في موضوع المياه والجفاف، نظرا للمناخ الذي تتميز به هذه المنطقة والذي يؤثر بشكل كبير على عمليات البخر وعمليات تبخر الأنهار، وأيضا حتى المصادر الداخلية التي من خلال الأنهار. والمنطقة العربية، تحدث بعض المسؤولين إلينا إلى المملكة وقالوا إن المنطقة العربية معاناتها تكمن في أن الأنهار معظمها التي تغذي الشعوب العربية وتستخدمها الشعوب العربية هي من خارج النطاق العربي، لذلك يحدث بعض الاحتكاكات السياسية وما إلى ذلك التي تؤثر بشكل كبير على عملية تدفق المياه. نظرا يعني مع العلم أنه يجب ألا تؤخذ أي اعتبارات سياسية في عملية تنظيم المياه وتوزيعها، لأن الأنهار هي أنهار دولية. مصر تعاني من مشكلة، العراق وأيضا في لبنان وفي سوريا، هذه الدول العربية التي نحن يعني أو معنيون كثيرا بمتابعة ملفاتها نظرا لعملية لاقترابها من الواقع الشحيح في المياه. المؤتمر يناقش ايضا السبل الكفيله بمواجهه هذه الازمه من خلال اما تحليه المياه، ترشيد الاستهلاك، ايضا عمليات تنظيم عمليه الزراعه من خلال استخدام وسائل الزراعه الحديثه والمعدات الحديثه من اجل يعني تقليل الهدر والفاقد من المياه المستخدمه في عمليه الزراعه. تفضل محمد. نعم، شكرا جزيلا لك على كل هذه التفاصيل عبد الباسط الهادي، مراسل المملكة، كنت معنا من القاهرة.